جامع الموصل الكبير، سابقا جامع صدام، هو جامع قيد الإنشاء على الساحل الأيسر أو الشرقي من نهر دجلة في الموصل. يقوم ديوان الوقف السني العراقي بتمويل مشروع المسجد الذي ظل غير مكتمل لما يقرب من 20 عام. تم تكليف شركة المقاولات اليابانية جادكس بأعمال البناء. كان من المفترض أن يبدأ العمل عام 2013، لكن سوء الأوضاع في شمال العراق أخرته. تقول الشركة أنها ستستخدم تقنيات جديدة في الإضاءة لكتابة كلمات الأذان في السماء أثناء أوقات الصلاة. الجامع هو أكبر مسجد في المدينة، وكان يسمى مسجد صدام في السابق على اسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 75,000 متر مربع، بينما تبلغ مساحة قاعة المسجد 6,000 متر مربع، يتسع ل5,000 شخص. وبالإضافة إلى المسجد، يضم الموقع أيضا قاعة اجتماعات كبيرة وقاعة مناسبات ودار ضيافة من 3 طوابق، ومنزلين للأئمة، ومنازل لموظفي المسجد. للمسجد بنيته التحتية الخاصة، بما في ذلك محطات تنقية المياه ومحطة توليد الكهرباء ومراكز معالجة مياه الصرف الصحي. بدأ تشييد المسجد في منتصف التسعينات، لكن تعطلت الأعمال بسبب عدم الاستقرار في البلاد. يقع المسجد في منطقة ثقافة شرقي الموصل، ويطل على نهر دجلة بالقرب من موقع نينوي الأثري.